خالد محمود فرنكا لاعب في لعبة الشطرنج، تحصلت الحمد لله بتوفيق من عند المولى سبحانه وتعالى، تحصلت على الترتيب الأول في هذه المسابقة، المسابقة اللي هي كانت من أكبر المسابقات من حيث العدد ومن حيث التنظيم، والحمد لله وفقنا المولى سبحانه وتعالى على الترتيب الأول، ونشكر أيضا حتى إذاعة ليبيا البانوراما على تخطيطها لهذا الحدث، ونشكركم جميعا وبارك الله فيكم وإن شاء الله التوفيق يا رب العالمين. شكرا. الحكم الدولي خالد النعمي رئيس لجنة التوثيق بالاتحاد العربي ومستشار رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، الحقيقة وحكم الرئيسي لهذه البطولة تصفية بلدية طرابلس كمرحلة أولى، وعدد اللي يتأهلوا إلى بطولة ليبيا لرقمها 30 للتصفيات، وكان عدد المشاركين 187 شطرنجي، ولائحة الاتحاد الليبي أن يتأهل عن بنسبة 10% عن كل 10 لاعب يترشح واحد، بمعنى أن أي واحد بيترشح يعلم 10، فهمت؟ هذا لنشر اللعبة مع مشاركة المصنفين الدوليين لأقل من 1900، فمن خلال هذا العدد الضخم اللي شارك مشاركة، وكان مشاركة الأندية المنتسبة للاتحاد العام عددهم 30 نادي من طرابلس، وتأهلوا لهذه البطولة 19 الشطرنجي من خلال 187، لو حسبناها بنسبة 10% يتأهلوا 19 المتأهل، بالإضافة في مرحلة ثانية بعد أيام مشاركة المصنفين ليفوقوا 1900 ويتأهل منهم الثلث لبطولة ليبيا النهائية. في الحقيقة كانت الأجواء الفنية يعني من ناحية المستوى الفني يعني جيد بالنسبة للبطولة، وخاصة أفرزت عدة مواهب شطرنجية في فئة الناشئين اللي هي تحت 8 سنوات وتحت 10 وتحت 12، وفي لاعبين حتى تحت 6 سنوات، وهذا بمعنى يبشر بالخير لرياضة العقل والفكر، رياضة الشطرنج في ليبيا. الحقيقة مصاحبة لهذه البطولة الاتحاد الفرعي للشطرنج نظم بطولة للرواد لفوق سن 50 سنة، وهذا تكريم لهم ووفاء لهم للمصنفين، وكانت البطولة في بلدية طرابلس المركز في ميدان الجزائر، وانتهت البطولة بمشاركة 9 لاعبين مصنفين، وتفوق وفاء الشطرنج المخضرم عبد اللطيف شبش من نادي الظهرة، ومصاحبة لهذه البطولة تمت بطولة لغير مصنفين، والمشاركة كانت ل 18 شطرنجي، واليوم الجولة الأخيرة ويتصدر هذه البطولة الشطرنجي المخضرم عدو عبد الرزاق الدرباك ب4 نقاط من 4، والآن يلعب يعني تحصيل حاصل البطولة إن شاء الله هي من نصيبه. يعني البطولة الحقيقة بطولة طرابلس تأهلوا منها 19 لاعب، وتفوق فيها الشطرنجي من نادي الوحدة خالد فرنكا، والثاني كان ترتيب الثاني حتو محمود فرنكا من نادي الوحدة. خالد فرنكا الحقيقة لعب 9 جولات بدون خسارة، كان عنده تعادل 1، وهذا شيء يعني يعتبر جيد للبطولة وللعب نفسه، أنه حقق 8.5 من 9 بدون فقدان أي نتيجة، وكان له تعادل 1.